ما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، اذا سينال الامامه غير الظالمين. طيب من ذريه ابراهيم. لا تعليق يا شيخ خالد، تفضل معك الوقت. نحن تحديناه بتحدي سهل، يقول ان الشخص قد يصل الى مرحله ومرتبه الرساله من الرسل، نحن نتكلم عن الرسل الذين هم رسل الله ويؤمن بهم المسلمون جميعا، ولم يكن نبيا، لم يستطع، ذهب الى ايه كريمه متعلق اللغوي. سؤال اخر الان، لم تجبنا الان على الايه الكريمه، لو قال الله عز وجل في كتاب الكريم وجعلنا في ذريته النبوه، هل يدل على الاستمرار النبوه منذ عهد ابراهيم الى وقت نزول الايه هذه؟ كمل الايه حتى يتبين لك المراد. النبوه والكتاب، تفضل. أحسنت، فهناك من سيرث النبوة، ستكون له النبوة، وهناك من سيحمل الكتاب، يرث الكتاب ويكون إمام. جميل جميل، تمام، أجبنا على هذا في المرة الماضية وقلنا الكتاب هذا هل هو شخص غير نبي يعطيه له الكتاب؟ لا، هو يحمل ذلك الكتاب. إذا هو النبي نفسه، لماذا أنت تجعل تفرقة في الشخص الآن؟ إذا كان الكتاب هو للنبي نفسه، لازم أن الكلام عن النبوة الآن، والكتاب يراجع إلى النبوة الآن، هل يدل على استمرار النبوة؟ يلا تفضل. لا، هناك نبي لديه كتاب، وهناك من سيرث هذا الكتاب من النبي. الآن الكلام على من؟ على الذين يرثون هذا الكتاب هنا، على الذين يرثون؟ عن النبي وعن الكتاب الذي سيرثه. الذين يرثون الكتاب هم معصومون وأئمة؟ إيه أئمة. جميل، إذا هنا يقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، هل هؤلاء أئمة؟ لا، هذا سياق آخر. يا شفت كيف؟ شوف كيف تتلاعب بالقرآن الكريم؟ إذا هذا سياق آخر، إذا ليس الحديث عن الذين ورثوا، إذا ليس الحديث عن الذين ورثوا الكتاب، في الآية الكريمة تتحدث عن الذين أنزل الله عليهم الكتاب، قال الله عز وجل في كتاب الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات، هل من كان ظالما لنفسه يكون إمام؟ أحسنت، ولهذا قلت لك ذلك في سياق آخر. أنا أسألك سؤال، جاوبني، لا تقول أحسنت، جاوب. اصبر، ما تعطي مجال وتريد اجاوب. تفضل. تفضل. الان انت جئت بآية في سياق اخر تتكلم عن هؤلاء الظلمة. نعم. ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هل الظالم لنفسه يكون امام؟ الذي الظالم لنفسه يكون امام ضلالة، واكو امام هدى اللي هم المعصومين. انا اسالك، الله اخبر انه ورث الكتاب واورث الكتاب اشخاص ومنهم الظالم لنفسه، هل الظالم لنفسه يكون امام؟ اي جاوبتك. ما جاوبت. الامام ضلالة، امام ضلالة. جاوبتك، قلت لك امام ضلالة. وجعله الله إمام ضلالة وأورثه الكتاب وهو إمام ضلالة؟ ورث الكتاب بمعنى أنه حمل الكتاب وهو ضال. أها، إذا تمام، إذا آيات التوريث بطلت كلها.